ومعنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من اسطنبول كاتب والباحث السياسي دكتور جاسم شمري. مرحبا بك دكتور جاسم. إذا الرئيس الإيراني قال إن ميليشيا الحشد ستكون لها مكانة مهمة في العراق، مثلما أكد أيضا قاسم سليماني عدم السماح بتفكيك هذه الميليشيات. ما تفسيرك لتوالي التأكيدات الإيرانية لدور ميليشيا الحشد؟ نعم، شكرا لكم. أنا أعتقد أن كلام الرئيس الإيراني يعني ليس جديدا. الحشد الشعبي متواجد في المشهد الأمني والسياسي العراقي. قبل مرحلة انتهاء معارك الموصل كان الحشد الشعبي متواجد بقوة في المشهد الأمني، وبعد الانتخابات الأخيرة صار الحشد الشعبي جزءا مهما من العملية السياسية وليس فقط في المشهد الأمني، وعليه لا أظن أن كلام الرئيس الإيراني يعني هو جديد. الحقيقة في العراق هي أن الحشد الشعبي اليوم متواجد في المشهدين السياسي والأمني، وعليه لا أظن أن هنالك أي يعني شيء جديد في كلام الرئيس روحاني. كل ما في الأمر أنه أن يؤكد من العراق ذلك في ظل الصراع الأمريكي الإيراني والحصار على إيران. طبعا هذا الأمر مختلف، يعني أنا تحدثت أقول أنه حتى زيارة توقيت زيارة الرئيس روحاني للعراق ليس بريئا. أتعلمون أنه بقي 3 أيام في العراق، اليوم كان هو اليوم الأخير، وتزامن وجوده مع مؤتمر المعارضة العراقية المناهض للتواجد الإيراني في العراق في واشنطن، وبالتالي كأنه يقول لواشنطن ويقول لدول المنطقة أننا باقون في العراق أي إيران رغم كل هذه المؤتمرات المعارضة للتواجد الإيراني. كيف تبقى إيران؟ أنا لا أقول أن هنالك قوات إيرانية متواجدة في الساحة العراقية. إيران متواجدة في الساحة العراقية عبر الأذرع التابعة لها، سواء على المستوى الأمني أو على المستوى السياسي، وبالتالي هذه حقيقة لا يمكن أن نقفز عليها ونقول أن إيران غير موجودة. بتاتا إيران متواجدة، وإيران لها نفوذ كامل. يعني قبل أقل من شهرين السيد حيدر عبادي رئيس الوزراء السابق قال في حوار مع قناة روسيا اليوم أن إيران تتدخل في تعيين رئاسات الوزراء والنخب السياسية في العراق، وعليه إيران اليوم متنفذة، إيران اليوم يعني واضحة التأثير في المشهد السياسي والأمني العراقي، وأعتقد أن من حقها أن تتباهى بهذا الأمر. ذلك لأن العراق يفتقد لحكومة وطنية، وعليه لو كان في العراق حكومة قوية لما سمحوا لا للرئيس الإيراني ولا لغيره أن يصرح مثل هذه التصريحات التي تؤكد غياب الدولة العراقية وغياب السيادة في الدولة العراقية. إذن دكتور جاسم، كما ذكرت هذا الواقع أو هذه الحقيقة كما سميتها، وهذا الدعم المباشر للميليشيات تحت مسمى الحشد وفي الوقت ذاته يعني نفوذها المتوسع في العراق كما ذكرنا، هل بات إذن إنشاء حرس ثوري جديد على غرار ما موجود في إيران واقع حال في العراق؟ ربما لا يمكن بهذه الجرأة أن يتم تسميتها على أنها حرس ثوري، لكن القوة والفصائل الموجودة في العراق والداعمة لإيران هي كثيرة. هنالك بعضهم خرج على التلفاز ويتكلم بدون أدنى خجل أنه مستعد لأي أوامر تصدر له من إيران، وبالتالي القضية ليست بالمسمى، القضية في الواقع الموجود في العراق. هل هؤلاء على استعداد لتنفيذ الأوامر الصادرة من طهران؟ أنا أعتقد أن العديد منهم صرحوا بذلك أنهم مستعدون لتنفيذ أي أوامر إيرانية، وبالتالي القضية يعني قضية فعل وليس قضية مسمى، سواء كان حرس الثوري أو الحشد الشعبي. القضية هي في من يكون ولاءه لعراق أم ولاءه لإيران. وهذا ما دعا علي شمخاني أمين الأمن القومي الإيراني بأن يقول أن إيران استطاعت أن
تحول العراق من عدو لإيران إلى حليف، ولكن يعني عبد المهدي رئيس الوزراء أكد أن حكومته غير ملزمة بإدراج ميليشيا النجباء على لائحة الإرهاب الأمريكي. كيف تفسر هذا الرد من مسؤول عراقي على القرار الأمريكي، وما ردة الفعل الأمريكية المتوقعة؟ يعني إما يعني حكومة بغداد قوية إلى هذا الحد حتى تتحدى واشنطن، وهذا الأمر غير ممكن. يعني في المنطق، في الواقع، في الحقيقة لا يمكن لحكومة بغداد من كافة منذ عام 2003 وحتى اليوم لا يمكن لأي حكومة عراقية أن تتحدى واشنطن، ذلك لأن واشنطن هي التي جاءت بهم إلى سدة الحكم في العراق. وعليه أنا أتصور أن هذا الأمر يجري بضوء أخضر أمريكي، ويعني تبقى فرضية التي تحدثنا عنها مرارا وهي حقيقة العداء بين واشنطن وطهران. القضية لا يمكن تصور أن عادل عبد المهدي أو العبادي أو المالكي أو غيرهم من الزعامات الموجودة في المشهد السياسي العراقي أن يتحدوا الإرادة الأمريكية. حتى فالح الفياض، عفوا دكتور جاسم، أكد أن العراق اليوم سيقف إلى جانب إيران لمواجهة الحصار الأمريكي. إذن القضية إما بين ليلة وضحاها انقلبت أمريكا إلى دولة ضعيفة وفاشلة، وهذا الأمر لا يمكن قبوله لأن دول كبرى في العالم يعني تتحاشى واشنطن، وبالتالي القضية ربما تتم عبر تنسيق غير ظاهر بين بغداد وواشنطن من أجل إبقاء هذا البعبع الإيراني في التهديد لدول المنطقة، وبالتالي تنفيذ سياسات بعيدة المدى لواشنطن عبر هذا البعبع الإيراني. شكرا جزيلا لك من اسطنبول، كاتب والباحث السياسي دكتور جاسم أشمري.